بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 15. باها من محايل عسير معهد إعداد المعلمين له 4 أسئلة في رسالته. في سؤاله الأول يقول: والدتي نذرت نذرا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لمدة 7 أيام بلياليهن، فهل يجوز لها أن تفي بهذا النذر ولكن في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وماذا عليها أن تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن المسجد النبوي الشريف له فضل، وهو أحد المساجد 3 التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فمن نذر أن يسافر للمسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتعبد فيه فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. والسائل أو السائلة تقول إنها نذرت أن تصلي في المسجد النبوي، فهل لها أن تعدل عن ذلك وتصلي في المسجد الحرام؟ الذي ينبغي أن تمضي على نذرها وأن تصلي في المسجد النبوي عدد الأيام التي نذرتها وفاء بما نذرت. وأما الاعتياض عن ذلك بأن توفي بهذه الأيام في المسجد الحرام فلا أرى مانعا من ذلك، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. وإذا عين مسجدا من هذه المساجد 3 بنذر ثم أداه بما هو أفضل منه فلا مانع من ذلك، بدليل حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال له: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالمسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصى، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. فعلى هذا الذي نذر أن يصلي في المسجد النبوي له أن يصلي بالمسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد النبوي. الله تعالى أعلم. لكن عن قولها 7 أيام بلياليهن، هل معنى هذا أنها تصلي اعتكاف؟ هذا معناها فقط. نعم، هذا معناها الاعتكاف 7 أيام بلياليهن، قل الصلاة لمدة 7 أيام بلياليهن. نعم. إن كان قصدها الصلوات فهي الصلوات 5. نعم. وإن كان قصدها أن تبقى في المسجد النبوي 7 أيام بلياليهن تصلي فهذا معناه الاعتكاف، فإذا تمكنت من هذا فإنه يجب عليها. نعم. سؤاله الثاني يقول: كان لي أخ صغير يبلغ من العمر 1 سنة وقد توفي على إثر شربه شيئا من الكاز، كانت أخته قد وضعته أمام الباب دون علم الوالدة، فتناوله الطفل وشرب منه ثم توفي، ومن شدة حزن الوالدة عليه شربت من ذلك المشروب لتجرب هل يؤثر عليها كما أثر على ولدها أم لا، فهل عليها شيء في شربها وهل عليها كفارة بسبب وفاة ولدها نتيجة شربه ذلك أم لا؟ أولا نوجه بأن الأطفال ينبغي العناية بهم ورعايتهم وإبعادهم عما يضرهم، فلا يتركون أمام شيء أو عند شيء فيه خطر عليهم. وأما ما ورد في السؤال من أنه وضع إناء فيه غاز وشرب منه طفل ومات على إثر ذلك، فهل على والدته شيء؟ إن كانت والدته مفرطة بأن تركته عند هذا المشروب الضار، تركته عند ذلك وشرب منه، فإن عليها كفارة صيام 2 شهر متتابعين. أولا عليها عتق رقبة إن أمكن، فإن لم يمكن فإنها تصوم 2 شهر متتابعين كفارة عن تفريطها لهذا الطفل. أما إذا لم تكن مفرطة أن تركت الطفل في مكان بعيد وجاء هو وشرب من هذا فإنه لا شيء عليها، لأنها لم تفرط. إذا كانت وضعت الطفل في مكان بعيد عن الخطر ولكن الطفل جاء أو جاء به إلى هذا المكان وتناول هذا الشراب القاتل وشرب، إنه لا شيء على والدته لأنها لم تفرط. أما ما ورد في السؤال من أن الوالدة شربت من هذا الشراب الذي شرب منه الطفل وقتله لترى هل هو يقتل أو لا، فلا يجوز لها ذلك، فعلت شيئا لا يجوز لها،
أنه لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا ضارا للتجربة، وأنا أعتقد أنها فعلت ذلك من باب الحنان والعطف على الطفل لما في نفسها من وفاة ولدها بهذا الشراب، فأرادت أن تخفف عن نفسها وترى هل هذا يضر أو لا يضر، ولكنها أخطأت في هذا حيث إنها عرضت نفسها للخطر. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والقدر نفذ والحمد لله، فعليها أن تصبر وتحتسب، وعليها كما ذكرنا إذا كانت متساهلة أو مفرطة أن تكفر. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب؟ أولا، في الأواني غنى، الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب وتشرب منها الكلاب، فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة. أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. يجب عليكم إذا أردتم أن تعملوا إناء من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب، عليكم أن تغسلوه 7 مرات وأن تعفروه بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه. أما عن الأكل والشرب بدون علم، إن شاء الله لا يؤاخذون على ذلك. نعم. بدون علم أنها الكلاب، نعم، ولغت فيه مثلا. إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإناء ولغ فيه كلب، فالأصل الطهارة والأصل الإباحة، مجرد الوهم أو الشك هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. نعم. فالإناء الأصل فيه الطهارة، إلا إذا تيقن الإنسان وعلم أنه ولغ فيه كلب، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. السؤال الأخير يقول: ما حكم زيارة تارك الصلاة في مرضه أو محاولة علاجه والسعي لذلك أو تشيع جنازته إذا مات؟ أما مسألة زيارته والسعي في علاجه، إذا كان هذا سببا لهدايته ودعوته إلى التوبة والرجوع عما هو عليه، فهذا شيء طيب، فأنتم تزورونه وتنصحونه وتدعونه للتوبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بها وتكونون سببا لذلك ويختم له بخير إن مات، وإن شفاء الله من مرضه تكونون سببا في استقامته واهتدائه في بقية حياته. وكذلك السعي في علاجه، إذا كان هذا يترتب عليه أو يرجى منه أن يؤثر ذلك على سلوكه وتوبته ورجوعه عما هو فيه، فهذا شيء طيب. أما اتباع جنازته إذا مات، وأنتم تعلمون أنه لا يصلي أبدا، يترك الصلاة نهائيا متعمدا، فهذا لا يجوز لكم اتباع جنازته، لأنه بذلك يكون كافرا، يكون مات على الكفر، والكافر لا يتبعه المسلم، لا يتبع جنازته المسلم ولا يصلي عليه، بل ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذا ثبت هذا، ثبت أنه لا يصلي أبدا وأنه ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك، إنه مات ميتة الكافر والعياذ بالله، فلا يجوز اتباع جنازته. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبد الله يعقوب مصطفى من السودان، يقول: أرادت فتاة الزواج من ابن عمها وأعمامها هم الموكلون على تزويجها، غير أنهم رفضوا تزويجها من ابن عمها هذا الذي تريده هي ويريدها هو، بحجة أن بينهم سوء تفاهم وخصام، ولم تجد من يتولى أمر تزويجها، وقد ذهبوا إلى القاضي، وحين سألها عن وليها قالت: إن هذا أخي، تعني عمها، فرفض القاضي العقد بينهما، فرجعت البنت وكلت ابن عمتها فتولى أمر تزويجها، ووافق القاضي على ولايته وتم الزواج، فهل هذا النكاح يعتبر صحيحا؟ وإن لم يكن فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟ أولا، ننصح أبناء عمها ألا يكون ما بينهم وبين الخاطب من مثلا سوء التفاهم، يكون ذلك سببا بالتأثير على البنت ومصيرها وتزوجها بمن يصلح لها وتصلح له الله سبحانه وتعالى، وأن لا يمنع هذه البنت من الكفء الذي يريد تزوج بها، يدافع عن بينهم وبينه سوء تفاهم وأغراضا شخصية، فما ذنبها أن تحرم من مصلحتها وكفئها؟ فعليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى ويؤدوا الأمانة التي حملهم الله إياها. أما من ناحية ما حصل
المهتم من أنها وكلت ابن عمتها، فالتوكيل ليس لها، هي لا تملك التوكيل، وإنما الذي يملك التوكيل هو وليها أو القاضي إذا تعذر التوكيل من وليها، فالذي يوكل للعقد هو القاضي أو يتولاه القاضي بنفسه لأنه يقوم مقام الولي إذا عضل وامتنع أو كان لا يصلح للولاية. فلا بد أن تكون الوكالة صادرة من القاضي لا من البنت. فإذا كان الأمر كما ذكر أنها وكلت ابن عمتها وعقد لها، فهذا العقد غير صحيح، وعليهم إعادته بأن تذهب مع وليها من بني عمها ويعقد لها عقدا جديدا على هذا الزوج، أو القاضي يتولى ذلك. الحاصل أن في رجوعهم إلى القاضي الشرعي وإفهامهم إياه بما حصل يصحح لهم إن شاء الله القضية ويوجههم الاتجاه السليم، فليرجعوا إلى القاضي الشرعي الذي في طرفهم ثم هو يتولى تصحيح العقد. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع شين شين عين من جيزان، يقول: ما حكم من قال لزوجته أنت مثل أمي أو أنت محرمة علي مثل أختي، وذلك في وقت كان فيه في أشد الغضب من تصرفها، مع العلم أنه كان لا يقصد تحريمها بل لإرهابها وتخويفها، وكذلك كان يجهل حكم كلمة أنت مثل أختي أو أمي، فكل اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط، وأيضا كان يقصد من وراء قوله ذلك أنه قد حلف طلاق وأصبحت بطلاقه محرمة عليه، وهو لم يحلف طلاقا أبدا، فالقصد من ذلك لتخويفها، فماذا عليه الآن لاستمرار حياته مع زوجته؟ هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار. إذا شبهها بمن تحرم عليه كأمه وأخته، يقصد أنها تحرم مثل ما تحرم أمه مثل ما تحرم أمه أو أخته، فإنه بذلك يكون مظاهرة، والمظاهر قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه بقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك توعظون به الله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالذي يجب على السائل بناء على ما ذكر أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يمس زوجته، إما بعتق رقبة إذا كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يجد العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو لغير ذلك من الأعذار التي تحول بينه وبين الصيام، فإنه ينتقل إلى الإطعام عام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره. ولكن ليعلم أن هذه الأمور ثلاثة على الترتيب، لا يجوز أن ينتقل عن العتق إلا إذا لم يقدر عليه، ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام إلا إذا لم يستطعه، وهذه أمانة في ذمته، ولا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. على أنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن ألفاظ الظهار وألفاظ الطلاق وغير ذلك، لأن هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: منكر من القول وزور. الظهار منكر وحرام، وزور لا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، لكن إذا وقع هذا وتلفظ به فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه. وحتى لو نوى به طلاقا فإن هذا صريح في الظهار، صريح في الظهار لا يكون طلاقا وإنما يكون ظهارا. نعم، ولا فرق فيه بين حالة الغضب أو حالة الهدوء؟ لا فرق في ذلك. نعم.